لتشكيل الحكومة بلش البعض انطلاقا من الاعتبارات الإقليمية المعروفة، بلش البعض يحاولوا يستعملوا الحكومة اللبنانية مشان تعطي نوع من الشرعية، نوع مش الشرعية كاملة، ما حدا في يعطي شرعية بقى لنظام بشار الأسد، نوع من الاختراع على المستوى السياسي والدبلوماسي. إذ اليوم نفاجأ بمجلس الوزراء صراحة، لأنه قبل هيك سمعنا بعض الحكي بالإعلام، بس أنا عم بحكي جديا منه علي، ما قبضت على الحكي وما أخذته جد، لأنه ما بتصور في عاقل أنه ممكن يطرح الطرح، أنه بعض الوزراء قال بدهم يطلعوا على سوريا بصفة رسمية. هلا الأحلى مشان شو بدهم يطلعوا على سوريا؟ قال لي إتمام بعض الاتفاقات الاقتصادية. قلت كأنه في اقتصاد هلا بسوريا، ولمشاركة بمعارض عم تنعمل لإعادة الإعمار. طيب إنه ما حدا يقول لي إنه هيدي مش مسحة كبيرة وهيك مجرد عم نغش الرأي العام اللبناني بالتصوير له إنه ممكن نطلع نجيب المن والسلوى من سوريا بالوقت الحاضر.